الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. الناس في آلامها أشباه أحيائي، وجه لها لكنه وجه بلا مائي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج القلوب الرحيمة. أعزائي المشاهدين من سوريا، اليوم جينا أيضا نسجل حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القلوب الرحيمة، وتحديدا في مكان السيدة العقيلة زينب الكبرى عليه السلام. هذه البلدة العريقة بشعبها والعريقة بصمود رجال الأبطال الذين ضحوا بدمائهم من أجل المقدسات ومن أجل مرقد السيدة العقيلة الكبرى زينب الكبرى عليه السلام. طبعا اليوم احنا متواجدين في هذه الحسينية المباركة، وهي حسينية الصبطين اللي اليوم جمعنا بها عوائل، وهذه العوائل لها حق على كل إنسان غيور على مذهبه. اليوم جمعنا أكثر عدد هم من عوائل الشهداء، الشهداء الأبطال الذين سقت دماءهم أرض الشام. فشكرنا وتقديرنا للناس الطيبة الذين دائما يسعون ويقدمون عمل الخير للناس اللي خاصة شريحة الأيتام والفقراء. فتحية كبرى للناس الطيبة اللي وصلوا هذه المساعدات واللي وصلونا إلى هذا البلد الشقيق، بلد سوريا. شكرنا وتقديرنا إلى الأخت الطيبة أم حسين من دولة الكويت، وكذلك أم حسين من البحرين، والأخت أم حسين من العراق بغداد شارع فلسطين، وأم حسن من العراق بغداد الحبيبية، والأخ اللواء صادق أبو جعفر من العراق بغداد الحرية، وفاعل خير من العراق البصرة الجبيلة. طبعا اليوم إن شاء الله كلهن أم حسين، وإن شاء الله هذا هو عمل الخير، وكله طبعا أتباع أهل البيت هم اللي قاعد يساعدون الناس الطيبة. فإذا أعزائي المشاهدين، العوائل اللي موجودة ويانا اليوم أكثر من 80 عائلة وأكثر من 120 طفل، اليوم راح نعطيهم المساعدات الغذائية ولحوم الدجاج وكذلك مبالغ مالية اللي جمعنا. طبعا هذه الأسماء في نهاية هذه الحلقة سوف أذهب إلى ضريح مولاتي زينب الكبرى عليه السلام لأضع هذه الأسماء في الشباك، ودعوات الحاضرين إلى هذه العوائل الكريمة اللي متبرعين اللي قرأنا أسماءهم اليوم إن شاء الله تقرون سورة الفاتحة بثواب أمواتهم، وكذلك الدعاء لهم بالخير والرزق إن شاء الله، والله يوفقهم العمل الخير. إذن أعزائي المشاهدين، أنا راح أتواصل وياكم لكن بعد هذا الفاصل. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ولو تداولها 40,000 إنسان، ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل. معاناة وألم ومرض، فمن يتكفل بعلاجهم؟ ومن يقطع ألمهم؟ ومن يعيد لهم الحياة؟ لأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة، ساهموا معنا
في إعادة الحياة لمن لا حياة له. أعزائي المشاهدين، عندنا بعد هذا الفاصل وكما شاهدتوا طبعا المواد الغذائية وشاهدتوا الجلوس الأطفال والعوائل الكريمة. الآن طبعا احنا بسوريا الآن ان شاء الله كلهم مقاومين وكلهم أبطال وكلهم جنود مجندة في ضد الإرهاب الغاشم على بلدهم، وان شاء الله دحروا الإرهاب وحافظوا على مقام السيدة واعطوا دماء واعطوا تضحيات، لكن بقى ضريح السيدة زينب الكبرى عليه السلام شامخا وترتفع به راية زينب الكبرى عليه السلام. الحقيقة طبعا العوائل هنا فيها معاناة من مرض، من جوع، من هذا البلد إذا مر بظروف حرب تكون هناك يعني فد أشياء يعني تصير على هذا البلد، يصير فيه احتياجات، منهم مرضى، منهم بحاجة إلى مساعدات، منهم بحاجة إلى طبعا هاي البلدان اللي تمر بها ظروف حتميا تكون عندها هذه المشاكل. فاليوم راح تقف معي احد الاخوات واعتقد عندها مريضه راح نتعرف عليها. السلام عليكم اختي. وعليكم السلام. حياك الله. الله يسلمك. كيفك ان شاء الله؟ الحمد لله. شلون البلد الان؟ الحمد لله خير. شلون هم المقاتلين الابطال؟ انت زوجة مقاتل ايضا؟ الحمد لله ان شاء الله. عسكري. انت ام من؟ ام علي. ام علي حياك الله ام علي. شلون ظروفكم ام علي؟ والله ظروفنا تعبانه نوب. بس انتم اقوياء؟ الحمد لله الحمد لله ان شاء الله. ايش بيها بنتك؟ بنتي مريضة. اسمها ولاية. اسمها؟ ولاية إبراهيم العقلة. ولاية. حيا الله ولاية. مريضة مرض نادر. ايه؟ داء السستنوز القاتل. نعم. ودواها من برا من أوروبا. نعم. وبعنا بيتنا، دواها مكلف، دبرنا يعني مرتين أمنا لها إياه وبعنا بيتنا يعني ومشان الطفلة هاي. المهم يعني هذا العلاج ما متوفر في سوريا؟ لا متوفر. نعم. بأوروبا بلاد أوروبا. طبعا هذا باليورو وغالي وهذا. فأنتم ايه؟ ما عندكم يعني؟ ما عندنا. وأقوى راتب عندكم اللي هو 100 دولار مو؟ نعم. فراتب والدها ما يسد يجيب العلاج مو صحيح؟ لا لا. اضطريتوا بحثوا البيت في نعم. سبيل تجيبون لها الطفلة علاج. نعم. تمام؟ نعم. زين. الآن شنو اللي مطلوب من عندنا ومطلوب من الناس الطيبة اللي يشاهد البرنامج؟ نطلب المساعدة بلجي بس يتأمن دواها بلجي تعيش مثل هالأطفال اللي بعمر سنها يعني. ان شاء الله ان شاء الله تعيش. تعرفين اسم العلاج يعني هسه يجوز اكو واحد يجوز صيدلي يعني دواها سيستاجون.
سيستاغون. سيستاغون؟ سيستاغون اي. سيستاغون للعب. يعني 10 ملي 50 يعني 50 ملي. قبل 50 كلمه يقول اعطينا مواصفات العلاج. يجوز واحد هسه يكفل يجيب لنا علاج. يجوز واحد يعطي مصاري يقول اشتروا العلاج. مو؟ نعم. احنا كثير هسه من اوروبا قاعد يشاهدونا. سيستاغون سيستامين. سيستامين. عيار 50. 50. وقطره عينيه كمان سيستاغون. نعم. كمان. لانه معها بلورات بالعين هذا اللي اثر عليها. ولانه دواها موفر سبب لها قصور كلوي نهائي وعم تغسل هالستين كلى 3 مرات بالاسبوع. نعم. يعني ايضا المصاري مو؟ نعم نعم كله مصاري. يعني اذا ما عندك مصاري شلون الطفله؟ الحمد لله الله الله جابرها. ان شاء الله يعطيها الصحه والسلامه. الله يسلمك. وان شاء الله الناس الطيبه الان شاهدوا ما قلتي وان شاء الله ما يقصرون معك ان شاء الله. ان شاء الله. ونتمنى الخير والتوفيق. احنا اليوم طبعا راح نعطيكم مواد غذائيه وراح نعطيكم مصاري. وان شاء الله الله يفرج عليكم وان شاء الله والله يزول هذا الغم عن هذا البلد. ماجورين ان شاء الله. ان شاء الله ماجورين. الله يسلمك. طبعا اعزائي المشاهدين ايضا عندنا حاله واعتقد الاخت. السلام عليكم اختنا. حياك الله. شلونك؟ ان شاء الله بخير. ام حسين. اليوم المتبرعين كلهم ام حسين. احنا قرينا الاسماء ام حسين ام حسين. الله يخليك. فانا خليتهم كلهم بواحد. الله يخليك. اسم الحسين عليه السلام. تدرين شو يسوي؟ اللهم يغيظ الاعداء. اكيد مو؟ اكيد ان شاء الله. احنا منتصرين بالامام الحسين ان شاء الله. والحسين مدرسه كبيره. عليه والحسين جاهد في سبيل الدين وفي سبيل الثقافه الدينيه وفي سبيل الاسلام مو؟ اكيد صح. مو؟ صح. يعني احنا كنا ان شاء الله. وانت ايضا الصابرات بصبر السيده زينب عليه الكبرى. صبر الجبل هذا اللي الحمد لله. جبل الصبر مو؟ الحمد لله. فشنو مشكلتك يا ام حسين؟ انا عندي زوجي عاجز. نعم. من اول الاحداث صار له عاجز كليا يعني الاربع اطراف ابدا. نعم. من اول الاحداث لحد الان. وعندي 3 اطفال وابني الكبير كمان مع شحنات كهرباء بالدماغ. نعم. ووضعنا صعب بنوب يعني قاعدين بغرفه صغيره حتى. نعم. مطبخ ما في يعني شيء حاله يرثى لها وما في لا راتب لا ما في معيل لنا غير رب العالمين والناس الطيبه. شو شوفي للناس الطيبة توقف مع الفقراء؟ أكيد أكيد. هي الدنيا إذا خليت بليت إن شاء الله. إن شاء الله. فش تحتاجين أنت يا أم حسين يعني؟ نحتاج منها الطيبين مساعدة يعني. علاج الرجل يعني زوجك؟ علاج الرجل والله العلاج عند رب العالمين. ما حالته ميؤوس منها. الله يشافي إن شاء الله. وهالطفل حسين إن شاء الله. إحنا اليوم راح نعطي الطفل ملابس ونعطيكم موارد غذائية إن شاء الله. الله يكثر وطيبين ما يقصرون. الله يكثر خيركم ويديم أمثالكم يا رب. أعزائي المشاهدين طبعا إحنا اليوم في حسينية الصبطين. طبعا اليوم معي ضيف عزيز علينا واحنا ايضا ضيافه عنده صاحب سيدنا. تفضل يا ابنه. السيد الجليل سمعه السيد محمد الله يحفظه سيدنا الغالي. حياك الله. اهلا وسهلا بك. حياك الله. الله يبارك فيك ان شاء الله. احنا باسم برنامج القلوب الرحيمه نرحب فيك. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا فيك يا الله سيدنا الغالي. ان شاء الله. الله يبارك فيك سيد محمد. طبعا نعم الله يبارك فيكم ان شاء الله. سيدنا الغالي احنا اليوم نشكرك على فتح ابواب الحسينيه. الله يبارك فيكم ان شاء الله. الشباب الخدام ما قصروا معنا. الله يبارك. كان استقبال رائع وجميل جدا من سماحتكم. الله يبارك فيك. فسيدنا هسه شوف هاي الحسينيه وشوف الاجواء يعني ايش تعني لك هاي الاجواء يا سيدنا الغالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على المبعوث رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. من هنا من سوريا المقاومه من دمشق الصمود من جوار عقيلة بني هاشم جبل الصبر زينب سلام الله عليها أخت الحسين أخت الحسن باسم العوائل وأسر الشهداء أتقدم بالشكر الجزيل إلى القناة الإمام المهدي الفضائية وبرنامج القلوب الرحيمة وإليكم جميعا العاملين في هذه القناة. الله يبارك فيك. وثم كذلك المتبرعين كما ذكرت أن أم حسين وأم حسين وأم حسين وفي حسينية الصبطين يعني الحسن والحسين. والحمد لله فدانا فدى الإمام الحسن والإمام الحسين إن شاء الله. أنا أشكركم من كل قلبي يعني ونحن واجبنا هذا أقل واجبنا. والحمد لله هنا شعب صامد شعب مقاوم. صحيح أن هناك يعني بعض الضغوطات بالأمور المالية والخدمية وكذا والمواد وارتفاع الأسعار لكن الحمد لله شعب صامد شعب مقاوم وخاصة أننا نحن ندافع عن بلدنا عن سوريا عن دمشق السيدة زينب عن العقيدة بالأحرى الدفاع عن العقيدة ولذلك أنه في هذه المنطقة الآن في الشرق الأوسط هو عدونا واحد
عدونا واحد لا يؤمن بالحدود الجغرافية، وكذلك نحن لا نؤمن بالحدود الجغرافية. فالحمد لله، يعني أكرر الشكر الجزيل باسم عوائل وأسر الشهداء، وجزاكم الله خيرا عن نجاة كامل. سيدنا الغالي، احكي لي عن الحسينية، شو تقيمون بها الحسينية؟ الحمد لله، يعني الراضي هني مسؤولين عن الحسينية، يعني هني أنشأوا هي الحسينية منذ زمن، منذ أكثر من حوالي 30 سنة إن شاء الله، وتقام بها المجالس مستمرة رغم نعم ليلا نهارا. هي في الأحداث، هي كان كل يوم عندنا استقبال عوائل الشهداء هنا، وما زلنا هذه الحسينية هي البقية، هي الوحيدة ضمن الأحداث تستقبل عوائل الشهداء والتعازي يوميا إلى الآن، أبدا إلى الآن الحمد لله مستمرين يوميا إن شاء الله، والحمد لله ببركة المؤسسين لهذه الحسينية. يعني حسب ما التقيت معكم لديك كثير من عوائل الشهداء مسجلة. صحيح. وهؤلاء العوائل يجب أن يعني نحافظ عليهم، يجب أن نقدم لهم أغلى ما يكون، يعني نقدم لهم مساعدات. صحيح. نقدم لهم علاجات طبية، نقدم لهم تمويل، نقدم لهم مبالغ مالية. نعم. فسماحة السيد محمد، شو قل للجمهور اللي الآن يشاهدنا من الشاشة، الإخوة المؤمنين الطيبين؟ أولا أتوجه بالشكر الجزيل، يعني وإن شاء الله في هذا العمل في ميزان أعمالهم، يعني هم الرابحين في الدنيا والآخرة إن شاء الله. الله يبارك فيكم، والحمد لله، يعني طالما هناك ناس طيبة إن شاء الله فالناس بخير إن شاء الله. هذا وأنا أوجه يعني مسألة، كما يعني نهتم في الجوانب الأمور المادية، كذلك نهتم بالأمور الثقافية والتعليمية في هذا المربع. ونحن في هذا المربع يعني المبارك هو خزان المقاومة، خاصة في جوار عقيلة بني هاشم سلام الله عليه. يعني من هنا تنطلق العمليات، والكل يأتوا المقاومين يصلون ركعتين وينطلقوا من هنا إلى العمل الجهادي، نعم، تحرير الأرض والدفاع عن العقيدة والوطن وإلى آخره. فالحمد لله نحن كذلك يعني لا بأس كمان نتوجه إلى جانب الثقافي والتربية والاجتماعي والتعليمي إن شاء الله. طيب معي تكون شو تقول للنواصب والوهابية؟ يعني تبا لهم، يعني وخسئتم، هذا نحن أصحاب عقيدة وأصحاب رموز وعندنا قيادات، لذلك نحن عندنا المثل الأعلى أهل البيت عليهم السلام. فكل إنسان يعني يقتدي بهذا الخط المبارك إن شاء الله حليفه النصر، وكما انتصر الإمام الحسين إن شاء الله نحن كذلك منتصرين إن شاء الله. سيدنا الغالي، هناك فيلسوف ياباني يقول عند الشيعة ثورتين، ثورة الإمام الحسين اللي هي مسيرة الأربعين. صحيح. نعم. وهناك ثورة مرتقبة وهي ثورة الإمام المهدي. الإمام المهدي. ما تعليق سيد محمد على هاي؟ هذا كلام دقيق. الآن هي يعني ثورة الإمام المهدي هي من بركة ثورة الأربعين، من زيارة الأربعين. لا مفر منها. أبدا أبدا، لا محال إن شاء الله، وهذا وعد الله عز وجل على أرضه إن شاء الله والمستضعفين. سيدنا الغالي سيد محمد، أكرر شكري للقناة الفضائية، قناة الإمام المهدي الفضائية إن شاء الله، وهذا البرنامج الطيب اللي عم نتابعه من سنوات في هذا المجال إن شاء الله، ونحن في خدمتكم إن شاء الله في سوريا. احنا خدام سيدنا. الله يبارك فيكم إن شاء الله. احنا سيدنا نتمنى لك الخير والتوفيق إن شاء الله، ونلتقي إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله في خدمة الجميع إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، طبعا كان حديث جميل مع سماحة السيد محمد، والآن سوف أقوم بتوزيع المبالغ المالية على العوائل، ثم إن شاء الله نقوم بتوزيع الملابس على الأطفال المتواجدين ويانا. فكونوا معنا برنامج القلوب الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ولو تداولها 40,000 إنسان، ثم وصلت إلى المسكين
كان لهم أجر كامل. معاناة وألم ومرض فمن يتكفل بعلاجهم؟ ومن يقطع ألمهم؟ ومن يعيد لهم الحياة؟ لأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة، ساهموا معنا في إعادة الحياة لمن لا حياة له. قصة الألم ترجمتها معاناته وقرأتها دموعه وعايشوها لحظة بلحظة، فكانوا معها كما الظل يرافق الصاحبة. معاناة وألم وحرمان وجوع وفقر، ساهموا معنا في إعادة البسمة لهؤلاء. جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من تصدق بصدقة عن رجل إلى مسكين كان له مثل أجره ولو تداولها 40,000 إنسان، ثم وصلت إلى المسكين كان لهم أجر كامل. معاناة وألم ومرض فمن يتكفل بعلاجهم؟ ومن يقطع ألمهم؟ ومن يعيد لهم الحياة؟ لأصحاب الأيادي البيضاء والقلوب الرحيمة، ساهموا معنا في إعادة الحياة لمن لا حياة له. قصة الألم ترجمتها معاناته وقرأتها دموعه وعايشوها لحظة بلحظة، فكانوا معها كما الظل يرافق الصاحبة. معاناة وألم وحرمان وجوع وفقر، ساهموا معنا في إعادة البسمة لهؤلاء.
أعزائي المشاهدين، أوشكنا على نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج القلوب الرحيمة، واللي صورت في سوريا دمشق، وتحديدا بمقام السيدة زينب الكبرى عليه السلام في هذه المدينة العريقة. شكرنا وتقديرنا للناس الطيبة الذين ساهموا معنا في هذه الحلقة، الأخت أم حسين من دولة الكويت، والأخت أم حسين من البحرين، وأم حسين من العراق شارع فلسطين، واللواء صادق أبو جعفر من العراق بغداد، وكذلك فاعل خير من العراق البصرة الجنينة، وكذلك أم حسن من بغداد الحبيبية. وشكرنا وتقديرنا المتمثل لسماحة السيد محمد والخدام في حسينية الصبطين عليه السلام، في السيدة زينب عليها السلام. أعزائي المشاهدين، طبعا هذه الأسماء سوف أضعها في شباك العقيلة الكبرى زينب الكبرى عليه السلام إن شاء الله، ونزور عنهم بالنيابة إن شاء الله لكل من ساهم في حلقة هذا اليوم. إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامج القلوب الرحيمة، في أمان الله. يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب. اليوم وفيت الكفالة وديا هيني يا زينب، وشهد يا زينب عليها أحسين هيني يا زينب يا زينب يا زينب. انت شاهد عالجرب يوم الطفوف شلون جثت توزعت بين السيوف، شفت فوق المشرعة شلون تشوفوه بغير راية وعثرة غير راية وعثرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا سوف أضع أسماء المتبرعين في حلقة هذا اليوم اللي ضمنت مواد غذائية مع دجاج، أكثر من 80 عائلة كانت حاضرة ويانا، وأكثر من 120 طفل. طبعا اليوم الملابس وفاعلين خير من دولة الكويت، والمواد الغذائية أيضا من الناس الطيبة اللي راح أقرأ أسماءهم وراح أخلي أسماءهم في شباك السيدة عليها السلام. أم حسين من الكويت، أم حسين من البحرين، أم حسين من العراق شارع فلسطين، أم حسن من العراق بغداد الحبيبية، والأخ العزيز أبو جعفر لواء صادق من بغداد الحرية، وفاعل خير من العراق البصرة، وكذلك الملابس هي من الإخوان من دولة الكويت فاعلين خير. فاليوم يعني الناس سعدوا، هذه أسماءكم إن شاء الله راح أضعها في شباك العقيلة زينب عليه السلام. ودعي الزهرة الزكية حاير الدمع على خدها، وأمها بأحضان المنية، يما يا مظلومة يمكن روحتك ما بيها جاية، ظلتي بهالدنيا شنهي يما لو ريحتي من دنيا، يا دمعة تنفع يا صابر يا يما، وش يسوى لو ريحتي العبر يا يما.
تمشي إلى وين يمي يا شمعتي العين يمي تدريني لي موعد صعب يا يمي والدهار يا طفلة مثلي من حنان امها حرمها وخلى دمعتها على خدها وبالبواج تودع امها يا دهار هاي انا زينب بت علي الحكمك ظلمها يا صبر احبس دمعتي انا يا صبر احبس دمعتي. الناس في آلامها اشباه احيائي وجه لها لكنه وجه بلا مائي. الناس في آلامها أشباه أحيائي وجه لها لكنه وجه بلا مائي.